بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي للغات، معكم مستر طه الغيطي من قناة دروسك أونلاين 2. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الدرس بتاع الحصة اللي فاتت. يا رب تكونوا أنتوا كنتوا فاهمين الدرس اللي فات. معلش في الأول هتحس الموضوع صعب، أنا بتكلم طبيعي وأي طالب طبيعي يفهم بياخد المنهج ده في الأول يحس إن هو تايه، بس بعد كده هتلاقي مرة في مرة هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا جدا جدا، وهتلاقي الدرس ده أو الوحدة ديت من أسهل الدروس وأمتع الدروس بالنسبة لك. أنا بتكلم الكلام ده مش بضحك عليك بجد فعلا حقيقة. إحنا كنا قلنا الحصة اللي فاتت إن إحنا عندنا انتجرز، تمام؟ الانتجرز نمبر، وعن قلنا الانتجرز نمبر ده عبارة عن بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو، تمام؟ وقلنا كمان يونيون طبعا، وقلنا عباره عن ناتشورال نمبر يونيون نيجاتيف انتجرز ايكوال ايه انتجرز. طيب واحنا قلنا طبعا الناتشورال نمبر اللي هي رمزها ال ان 0 1 2 3، وقلنا الناتشورال نمبر ده عباره عن كاونتنج نمبر يونيون 0 يديني ناتشورال نمبر. طيب الايفن والاود في حاجه مقارنه بينهم؟ لو قلت لك مثلا انترسكشن اللي ما بينهم، يعني المقارنه ما بين الرقمين دولت، ايه المشترك ما بينهم؟ ايه الارقام اللي اتكررت؟ لو جه انترسكشن يعني ارقام متكرره، مفيش حاجه متكرره تبقى ايه؟ فاي. طب تعالى بقى كده بقى ايه؟ ناخد القوانين بتاعتنا كده. ركز معايا بقى. هناخد الانتجرز الاول، تمام؟ تمام. الانتجرز هي عباره اهوت عباره عن بوزيتيف يونيون نيجاتيف يونيون زيرو. عايزك تفهم معايا واحده بواحده بقى، مسلم يعني دي حاجه من ضمن المسلمات اللي لازم تحفظها. بوزيتيف يونيون نيجاتيف يونيون ايه زيرو، ماشي يا مستر؟ عندك ايه كمان؟ اه الانتجرز اهوت عباره عن ناتشورال نمبر، ايوه، يونيون ايه الايه النيجاتيف، يونيون ايه النيجاتيف. طيب تمام. ايه كمان يا مستر؟ دي حاجه ما بتجيش. هتقول ما بتجيش، طب ده هنا ايه؟ ممكن يعني معلومه زياده او ممكن يجيبها، تمام. البوزيتيف برضو او الانتجرز عباره عن الكاونتنج نمبر يونيون النيجاتيف يونيون الزيرو، او ممكن اخلي الزيرو في النص مش هتفرق يعني في كتب بتخلي الزيرو في النص او مدرسين بيخلوا الزيرو في النص مش هتفرق. يبقى تاني كده، تاني الكاونتنج نمبر يونيون النيجاتيف انتجرز يونيون الايه الزيرو، الكاونتنج نمبر اللي هي برضو هي الزد بوزيتيف. خلي بالك معلومه برضو، الكاونتنج نمبر هياها الزد بوزيتيف، الزد ايه بوزيتيف او بوزيتيف انتجرز. خلاص خلي بالك من المعلومه دي. طيب تعال مستر بقى كده بقى ادينا الامثله اللي بتيجي. وماله لو جه قال لك يا حبيب قلبي البوزيتيف انترسكشن نيجاتيف، حتى الانترسكشن دي طبعا يعني هجيب المتكرر. تعال بقى في الجنب كده نكتب كده انترسكشن اسماء، هجيب المتكرر او المشترك ما بينهم. حتى الارقام المتكرره ما بين البوزيتيف والنيجاتيف مفيش، على طول فاي، على طول ايه فاي. طيب ركز معايا في اللي جاي ده بقى، ماشي؟ لو جه قال لك زد بوزيتيف يونيون زد نيجاتيف، الله ايه بوزيتيف ونيجاتيف، اوعى تقول لي هتديني زد، اوعى تقول لي هتديني زد. هنحط الارقام البوزيتيف ونحط الارقام النيجاتيف هيديني في الاخر هيديني زد يا مستر؟ لا هيديني زد بس الى زيرو، اهي ادي زد بوزيتيف وادي زد نيجاتيف، بس مش هيديني زيرو، مش هي... لسه في زيرو ما جاش. طب هيديني ايه؟ زد ستار. هي مش عليك، بس في مدرسين بيدوها يعني بيتفشخروا بالمعلومه دي قدام الطلبه عشان يبقى انت ايه فاهم. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه زد ستار؟ يعني ايه الاعداد الصحيحه اللي الستار؟ يعني ايه؟ يعني بجيب الارقام البوزيتيف والنيجاتيف بس من غير الزيرو، دي معنى كلمه زد ستار، بجيب الارقام البوزيتيف والنيجاتيف بس من غير الزيرو. عد الحته دي، ماشي يا مستر؟ لو انا جيت قلت لك بقى، لو انا جيت قلت لك الزد هنشيل منها الناتشورال نمبر، الزد هنشيل منها الناتشورال نمبر يديني ايه؟ هنا اهو، هنا تعال بص هنا بقى في القوانين، هنا الزد هنشيل منها، دي اسمها ديفرنس، ديفرنس الناتشورال نمبر يديني النيجاتيف، هيديني الايه النيجاتيف. اهم حاجه عندي يا اولاد انك تحفظ الصف اللي على الشمال ده بس، كل اللي جاي ده فاهم، يعني اللي على اليمين ده فاهم، كل ده فاهم. انا بفهمك اللي هتقول لي
انا دلوقتي انا تهت. لا انت تهت عشان انت عايز تحفظ، انت تهت عشان انت عايز تحفظ. انا عايزك دلوقتي كانك قاعد قدام فيلم او مسلسل، كان كوبايه شاي سندوتش كده جبنه حلوه كده وايه، وتسمعني اللي انا اعمله اللي انا اقوله، تسمع كلامي بيه. اللي على الشمال ده انا عايزك تحفظه تمام، اما اللي على اليمين ده انا عايزك تفهمه. اليمين ده لو انت حاولت تحفظه هتوه وهتنساه وهتحفظه وهتكره الماده، وانت لسه اصلا ما بداتش فيها. فتركز معايا كده وسمي الله. الزد هنشيل منها الناتشورال نمبر، يديني زد نيجاتيف. طبعا انت مش هتعرف تجاوب الا لما اكون حفظت. حفظت ايه؟ حفظت الثلاث القوانين دول. الزد هنشيل منها الناتشورال نمبر، يديني ايه؟ النيجاتيف. طيب ماشي ماشي ايه ماشي. طب الزد برضو هنشيل منها اللي الزد النيجاتيف. الزد هنشيل منها الزد النيجاتيف، هيتفضل لك ايه؟ الناتشورال نمبر. بس كده بس كده بس كده، خلاص يا ولاد. يبقى ده من ضمن الاسئله الايه المهمه. خلاص يا ولاد تمام. يبقى اول صف ده سيبك منه، خلاص كده خلصناه. تعال نخش على الناتشورال نمبر. قلنا ان الكاونتنج نمبر، الكاونتنج نمبر يونيون زيرو. وقلنا قبل كده ان الاود نمبر يونيون الايفن نمبر يديني. وقلنا زد بوزيتيف يونيون الزيرو برضو يديني، هيديني الناتشورال نمبر يا الاعداد الطبيعيه. كاونتنج نمبر يونيون زيرو، والاود يونيون الاي اللي هو الايفن، والبوزيتيف يونيون الزيرو، يبقى دول ودول شبه بعض يديني الناتشورال نمبر. انا بديك المعلومه كامله، انا بديك المعلومه كامله خلاص. تعالى بقى حفظت دول، انا قلت لك اللي على الشمال يتحفظ، مش هتاخد منك حاجه على فكره. وما تحفظوش كل مره واحده، لو انت من النوع اللي بتنسى ما تحفظش كل مره واحده. احفظ الانتجرز الاول اللي فوق النهارده، بكره احفظ الناتشورال نمبر. ما تستعجلش، بس ده حاجه ده الاساس ده. ما تستعجلش، هتقول يا مستر احفظ الثلاث حاجات ده هم في ده في ربع يعني دقيقتين. طب خلاص احفظهم دقيقتين بس، ما تنساهمش بعد كده. تعالى بقى هنا بقى، لو قلت لك الناتشورال نمبر شيل منها، شيل منها الايه الاود اهي، هيديك الايه الاي الايفن. الناتشورال نمبر نشيل منها الايفن. الناتشورال نمبر نشيل منها الايه الام، هنشيل منها الايفن يديني الاود. طب تعالى شوف دي بقى الاي، شيل منها الايه الناتشورال نمبر. الايفن نمبر عدد الزوجيه، شيل منها الناتشورال نمبر. ايه ده ايه ده، ينفع البنت الصغيره بنتها اطرح صغير من كبير؟ ما هي الايفن دي اللي هي بنت الصغيره، صح ولا لا؟ بنت مين؟ بنت الناتشورال نمبر. ينفع اخد من الصغيره فلوس اللي هي دي الايفن نمبر؟ ينفع صغير اشيل منه كبير؟ انت معايا؟ صغير اشيل منه لا طبعا، يبقى فاضل. طب الاود هنشيل منها الان فاي. طب الاود نشيل منها الزد فاي. ليه يا مستر؟ لا صغير اشيل منه كبير. طب خد دي الناتشورال نمبر شيل منها الزد. الزد دي ليها ستهم ودي بنتها، يعني ايه الصغيره؟ صغير اشيل منه كبير؟ لا، يبقى فاي برضو فاي. موضوع سهل ماشي يا اولاد؟ خلاص يا اولاد. طيب يجي يقول لك الاود نمبر انترسكشن الايفن نمبر، الاعداد الزوجيه تقاطع حتى المكرر بينهم بالاعداد الفرديه، طبعا مفيش، يبقى فاي. الاثنين فاي، مفيش حاجه متكرره ما بينهم تمام. ايه تاني ايه تاني؟ في حاجه مهمه اقولها لكم دلوقتي. ايه هي؟ لو جه قال لي بقى مستر بقى الناتشورال نمبر يونيون الاود، بص يا شباب لو جاب لك انترسكشن، طبعا احنا قلنا يعني ايه يعني المتكرر، ولو جاب لك يونيون انترسكشن هجيب الصغير يا حلاوه، واليونيون هجيب الكبير. ايه ده يا مستر؟ يبقى تاني كده الانترسكشن لو جالي يبقى اجيب الايه؟ الصغير، ولو يونيون هجيب الايه؟ الكبير. اليونيون بجيب الكبير، اليونيون بجيب الكبير، وانترسكشن بجيب الصغير. صغير ايه وكبير ايه؟ صغير ايه وكبير ايه؟ تعال بس ناخد شويه الامثله دول ماشي.
يجي يقول لك مثلا ايه زد بوزيتيف يونيون الزد الاود يونيون ناتشورال نمبر مثلا الزد انترسكشن الناتشورال والزد بوزيتيف انترسكشن الناتشورال الزد يونيون الناتشورال والزد يونيون زد نيجاتيف والناتشورال انترسكشن الزيرو ممكن اقول تاني انترسكشن يونيون احنا قلنا دلوقتي ان انترسكشن بجيب الصغير واليونيون بجيب الكبير تعال بقى ناخد انترسكشن اجيب الصغير ده يونيون يبقى اجيب الكبير مين الكبير الزد بوزيتيف ولا الزد الزد بوزيتيف ولا الزد مين الكبير الكبير يلا اهي تخيل كده الشبكه البيانيه بتاعتي او الشجره مين الكبير الزد يبقى الاجابه الزد انترسكشن هجيب الصغير مين الصغير الانتجرز ولا الناتشورال نمبر ها ها مين الانتجرز يبقى الانت يبقى انترسكشن بجيب الصغير الصغير مين مين بنت مين من الصغيرة من بنتها الان ناتشورال نمبر في الشبكة البيانية بتاعتنا او الشجرة بتاعت العيلة يونيون بجيب الكبير يونيون بجيب الكبير من الكبير الاود نمبر ولا الناتشورال نمبر اكيد الناتشورال نمبر عشان دي امهم طيب انترسكشن بجيب الصغير انترسكشن بجيب الايه انترسكشن بجيب الصغير انترسكشن بجيب الصغير من الصغير الناتشورال نمبر ولا الزد بوزيتيف الزد بوزيتيف اللي هي اصلا كاونتنج نمبر هي هياها يبقى هاخد مين انترسكشن معلش بجيب الصغير هيكون مين الايه الزد بوزيتيف الزد يونيون ان هجيب الكبير اليونيون بجيب الكبير من الكبير الزد اليونيون بجيب الكبير من الكبير الزد ولا الزد نيجاتيف هي الزد دي اكبر واحده فيهم خالص انترسكشن بجيب مين الصغير من الصغير الزد ولا البي لا البرايم ياخد البرايم اليونيون بجيب الكبير من الكبير الناتشورال نمبر ولا الكاونتنج هيكون الناتشورال نمبر عشان امها انترسكشن بجيب الصغير الناتشورال نمبر ولا الايفن نمبر الايفن نمبر وهنا الصغير هجيب الصغير اللي هو مين انترسكشن بجيب الصغير اللي هو الزيرو وهكذا اليونيون بجيب الكبير الزد نيجا الانتجرز ولا الاود الانتجرز وهنا اليونيون بجيب الكبير الاود ولا الان هيبقى الايه الان خلاص يا اولاد ده طبعا كانت حصه النهارده هنستكفي بالقدر ده علشان ما تدركوش معلومات كتير وتلاقي الموضوع كل حاجه صعبه هتكتب الحاجات اللي انا كتبتها ديت تمام اللي على الشمال دي تتحفظ وهم اللي عايز تكتب على اليمين برده بس حاجات فهم زي ما قلنا تعيد الفيديو مره واتنين لحد ما تفهم الموضوع تاني واشوفك على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.